Welcome to the Michael Kouly podcast on rethinking leadership. In these episodes, we will look at leadership with a fresh perspective and take your leadership effectiveness to the next level. For more information, go to KoulyInstitute.com and follow Michael's continuous learning insights on social media. أول شيء السلام عليكم كلكم، الله معكم، إن شاء الله تكون مسؤوليتكم هذه طيبة. وأنا سعيد أنه اجتمعنا كلنا مع بعض، يعني إعجاز. مين كان يحلم أنه من كم سنة كان يحلم أنه ممكن نجتمع هيك العالم من جميع بقاع العالم ورا شاشة وكلنا نتواصل ونتبادل الخبرات ونتواصل مع بعضنا. فممتاز الكلام. واللي حنعمله هلا يا سادة يا كرام، حأحكي بموضوع أنا بالنسبة لي شيق جدا وأساسي جدا، واللي هو شو هي قيادة الذات ولشو موضوع قيادة الذات مهم. فاللي حعمله حأحكي أول شيء على قيادة الذات، بعدين حننتقل منها للقيادة بشكل عام، بعدين حأفتح باب للأسئلة لمدة معينة لحتى إذا حدا عنده سؤال نتفاعل مع بعض ونزداد علما بخلال سياق المحاضرة هذه. إذا أي حدا عنده هي خطر على باله سؤال اكتبوه على جنب لحتى ما ننساه، لأنه أكيد حيكون في إفادة للكل. موضوع القيادة الذات مهمة جدا، لأنه صعب واحد يقود الآخرين اللي ما بيعرفهم أو اللي بيعرفهم لحد معين إذا ما بيعرف يقود نفسه. فكيف يمكن الإنسان اللي يريد أن يمارس عمل قيادي أن يقود ناس غرباء، حتى لو كانوا ضمن عائلته، يعني بيكونوا يعني ولو أنه ضمن عائلته أو أصدقاء أو أقرباء، مش هم، يعني هم هدول مش هو، فبيعرفهم إلى حد معين. وفي أوقات كمان بالقيادة حتقود ناس ما بتعرفهم، إذا عندك مؤسسة كبيرة، إذا عندك عم تقود بلد، عم تقود مجتمع معين، فما بتعرف كل شخص. فكيف انت حتقدر تقود ناس ما بتعرفهم اذا ما بتعرف تقود نفسك؟ فاللي هحكي فيه هلا كيف تقود نفسك وكيف تنطلق من هالموضوع لقيادة الاخرين. رح بلش بالحالة اللي نحن بنولد فيها. نحن كلنا بنولد صفحة بيضاء مثل هذه اللي شايفينها هلا على الشاشة قدامكم، كومبليتلي تماما بيضاء، ما بنعرف شيء بالدنيا. وبنتعلم من خلال الوقت، بنتعلم من اهلنا، بنتعلم من بالمدرسه، بنتعلم من المجتمع، وبنتعلم من الشغل. كل هدول بيعلمونا، عقلنا بيتعبى معلومات وبنكبر مع هالعلم هذا. واللي بنوصل له بالنتيجه هي مبدا انه بالنتيجه حياتنا حتكون نتيجة قرارات اللي حناخدها. بالانجليزي يعني your choices make your destiny، مصيرك يعني برضا رب العالمين بيتحدد بشكل كبير بموضوع الخيارات اللي انت بتعملها. فكل ما يكون خيارك صائب اكتر وفي حكمة اكتر وفي ذكاء اكتر، كل ما انت نجاحك بيكون بالحياة بشكل اعلى واعمق، وتتمتع بهالمشوار هذه اللي بنعمله نحن على الكرة الأرضية الحلوة. خبرتك في هالحياة هذه، اختبارك لها بيكون أرقى وأفضل. فكل هذا يتحدد بأنواع الخيارات اللي بتعملها. في ناس بيعملوا خيارات تنتهي فيهم إلى الموت أو إلى السجن، في ناس تعمل خيارات تنتهي فيهم إلى قمة النجاح والبحبوحة والسعادة والشهرة والحياة اللي مليانة كلها صلاح. هلأ لتعرف كيف تاخد انت هالقرارات، لتعرف كيف تاخد خياراتك، لازم يكون عندك فلسفة توجيهية. بالانجليزي بيسموها orienting philosophy. شو يعني؟ يعني لازم انت تعرف الاساسات اللي عليها تاخد قرارك لحتى تقدر تقيم اذا هالقرار حيكون صح ولا غلط، إذا هالقرار حيجيب النتيجة المبتغاة ولا ما حيجيب النتيجة المبتغاة. فأنت بدك أساس، مقياس، فلسفة معينة، وجهة نظر بالحياة
تبني عليها لحتى على أساسها تعمل القرارات اللي أنت براسك. هأحكي هلأ حفوت في أول شيء هو شو هي الفلسفة التوجيهية هذه الorienting philosophy اللي هي حتكون الأساس اللي على أساسه نحن منقيس ما هو صالح وهو غير صالح أو ما هو يمكن أن يلبي طموحاتنا أو لا. بداية هالفلسفة لازم نفهم أنه كل بني البشر وكل المؤسسات والدول تقاد بهدف واحد أسمى اللي هو المقياس لكل شيء، يعني كل شيء بنعمله بيروح بهالاتجاه، واللي هو أنه أن نستمر وننمو. هذا هو الأساس. فكل قرار بنعمله بالفطرة وبالعلم وبالحكمة مفروض يكون أن يؤدي لحتى نحن نستمر ولحتى نحن ننمو بالحياة. ونتيجة هالشي، نتيجة هالخبرة هذه، ونتيجة اختبارنا الحياة، ونتيجة الهدف الأسمى، الغاية الأسمى اللي هي أن نستمر وننمو، ومع اختبارنا الحياة مكتشف أنه الحياة غالية، جدا غالية الحياة. من كم يوم في أحد أصدقائي الله يطول عمر أهلكم توفت والدته عمرها بحدود 95، فلفتني كتير أنه حتى هي 95 متمسكة بالحياة وهي على الفراش، يعني مريضة الله يشفي كل المرضى، عم تقول جيبوا لي طبيب أنا ما بدي موت، الحياة حلوة، يعني بحرفيا هيك عم تقول ما بدي موت جيبوا لي طبيب، ما بدي أترك الحياة الحلوة. تصور على 95. فالحياة غالية، ومنحسها الأكثر شيء نحن بهالموضوع لما بيكون مشاكل، لما بيكون حياتنا بخطر، لما بيكون بضيقة، بنحس قدي الحياة حلوة لما بنسافر، لما نطلع على كل شيء حلو حوالينا، عيالنا، أولادنا، الناس اللي بنحبهم، الطبيعة. فمع هالمبدأ أنه الحياة حلوة والحياة غالية، في واقع تاني نحن نتعرف عليه ونكتشفه مع الوقت اللي هي حلوة بس منا سهلة أبدا أبدا أبدا، مثل ما هلأ البشرية كلها عم تختبر هالموضوع. ففي هالفلسفة الأساسية اللي لازم نحن نتكل عليها إنه الحياة فعلا حلوة ومشوار الحياة جميل، بس من الـ من الـ من الغشمنة أو من السجاجة واحد يفكر إنه الحياة سهلة. والحياة بتقلك إنه منا سهلة لأنه من وقت لوقت بتعطيك شو، بتذكرك إنه في مشاكل بالأفق. فمثل ما عم نشوف بهالصورة إنه في برق ورعد اللي بيدل إنه في عاصفة جاي، نفس الشيء بالحياة اللي بينتبه، حتى إذا ما انتبهت لابد أنه في طريق واضح أنه جاي من هالطريق مشاكل، جاي وجع راس، جاي تحديات، جاي صعوبات. كل واحد بحياتنا لابد أنه مختبر هالموضوعات، واللي بتوصله نتيجة أنه الحياة مش سهلة، الحياة صعبة، وأنه موجة ورا موجة، عاصفة ورا عاصفة بتضربك الحياة. والعواصف أنواع، في أوقات تجيك عواصف ممكن أنت تتحملها وممكن تتغلب عليها، بس في أوقات كمان تجيك عواصف، هذه بحياة كل إنسان بتفترسك العواصف هذه، تفترسك تماما تماما تماما. وفي أوقات بتشتي كلها عواصف، يعني أنا بعرف ناس بظرف سنة واحدة خسروا أحباء، خسروا شغلهم، خسروا فلوسهم، خسروا عيالهم، عائلتهم، وخسروا علاقاتهم، ومرضوا كمان، خسروا صحتهم. فعلا بعرف هيك ناس. فهذه كلها اجت بسياق سنة او سنة ونص. والمتعارف عليه اذا بتراقب الحياة بتشوف انه بحياتنا نحن كل حوالي 5 سنين لـ7 سنين شو في مصيبة جاي. هذه غير عن المشاكل اليومية، غير عن المشاكل اللي حتى يعني حجمها لا بأس فيه. عندك كل يوم مشاكلك، كل يوم في شرور وفي مشاكل وتحديات اللي هو جزء من الحياة، وعندك من وقت لوقت بتجيك مشكلة كبيرة ضخمة، وبعدين كل 4-5 سنين، كل 5 سنين أو كل 6 سنين أو 10 سنين بتجيك كمان مشكلة اللي هي تفترسك، تفترس كل شيء حواليك، ووقتها بتخسر كل شيء. فبتجيك مع كل مدة المشكلة بتفترس، بتاكل كل شيء وكل شيء بيروح. بدي اياكم تتأملوا بس هالصورة، هذه صورة بعد تسونامي. هلا في
كذا نوع تسونامي. في تسونامي عاطفي بدمرك عاطفيا، بصير حياتك العاطفية يعني على مستوى المشاعر مثل هالصورة هذه. في تسونامي اقتصادي أو مالي بدمرك نهائيا، بيروح كل أموالك، البزنس تبعولك وشغلك كله بيروح. في تسونامي مثل هالصورة هذه بس بدمرك من ناحية العائلة. في تسونامي بالصحة بيدمر صحتك، أو إذا على الأقل مش أنت، الناس اللي حواليك. فهذه الصورة ولو أنه هي صورة بيوت مكسرة بتسونامي المي اللي إجا من البحر أو من المحيط، بس إذا كل واحد بيشوف حياته أو حياة اللي حواليه، بيشوف أنه كل كم سنة 4-5 سنين بغض النظر عن المشاكل العادية اللي نحن متصارع معها كل يوم، في ضربة كبيرة حتجي. وما حدا معصوم عن هالموضوع، ما في حدا، كل الدنيا هيك، كل إنسان هيك. سأل أهلك، سأل جدودك، طلع حياتك أنت، حتشوف انه او حياة ناس اللي بتحبهم وبيحبوك، حتشوف انه نفس القاعدة هذه تطبق على الكل، وانه الحياة صعبة. It will be hard. الحياة حتكون صعبة. في ناس يعني اغلب الناس بشكل من الاشكال حتتعذب، حتتبهدل، حتمرق بصعوبات جمة. هلا كل واحد طبعا حسب بيته، حسب طبيعته، حسب معطياته، بس هذا لا يعني لا ينفي انه واقع الامر الحياة صعبة. طبعا بحكي كل هالشيء لحط الإطار العام لشو موضوع القيادة الذاتية، أساسي جدا لحتى نستمر وننمو، لحتى نبقى وننمو، مثل ما قلنا قبل، مثل ما حكينا أول شيء لما قلنا عن الهدف الأسمى. هلأ في ناس يعني الدنيا أشكال وألوان، في ناس عندهم غير نظرة بالحياة، نظرتهم إنه الأمور كلها ممتازة، كل شيء مرتب بالحياة، كل شيء بمحله، شو بده يصير؟ ما الأمور ماشية. فعندهم هالنظرة شوي بسيطة إنه يعني ماشي الأمور، بالعكس الحي حلو وضحك وسهر وأصحاب وأصدقاء ومن نجاح لنجاح، إنه ماشي الأمور بشكل ممتاز، وإنه الحياة فيها بالإنجليزي بسموه certainty، فيها يقين، وإنه يعني مثل ما مشينا لحديث هلا بنرجع بنمشي، إنه يمكن التنبؤ بها، وإنه الحياة فيها عادلة وفيها وضوح. في هيك ناس، في هيك ناس بسيطين بيفكروا هيك، في ناس عندهم هالنظرة هذه تفاؤلية يمكن شوي زيادة عن اللزوم، بس في ناس بتطلعوا الأمور بهالإطار هذا، وإنه تترتب الأمور، إنه واقع إنه حظ واحد الإنسان حظه معه، وإنه لابد إنه عم يتعامل معاملة خاصة هذه اللي هو فيها هلا، صح، وإنه حتستمر الأمور، ما في داعي للأمور تتغير، وإنه في دائما استثناءات، ودائما بيكون هو صاحب الاستثناء هذا، انه اوكي الناس تانين عندها مشاكل بس مش هذه، هذا مش قانون الحياة، وانه هو او هي هم استثناء لهالموضوع، او انه المشاكل بتصير بشكل استثنائي بس قاعدة الحياة انه الامور حلوة. هلأ اللي عنده هالنظرة يا سادة يا كرام هو انسان للأسف ساذج، واحد، اثنين غير محصن نهائيا، وثلاثة انه الله يساعده ويعينه من الآتي، لأنه هذا الإنسان اللي معيش حاله بهالوهم، ولأنه ساجد وبسيط ونظرته بسيطة، فهذا الموضوع حيعمله عرضة للمشاكل اللي حتجي، وحيعمل بانيك، حيكون في عنده ردة فعل غير مدروسة، وما حيعرف يتعاطى مع الأمور، والمتوقع المنطقي لأنه مش مجهز حاله ومنه واقع تجاه الحياة، حتصير أموره أسوأ بكتير، لأنه لم يستعد أو ما كان واقعي مع ما كان ذكي بقراءة واقع الأمور. فاللي حيحصل هو إنه بما إنه نحن عم نحكي بموضوع الفكر القيادي بالنسبة لقيادة الذات، هو إنه دائما نبتدي نقطة البداية تبعيتنا هي دائما تكون الواقع، لأنه لحظة اللي أنت تنفصل عن الواقع خلص أنت دخلت بوهم، دخلت بخيال، دخلت بغشك لذاتك، دخلت بأنه يعني حاطت مثل النعامة، حاطت رأسك بالرمل أو عم تحلم هيك حلم اليقظة وفي حالة نكران كامل وبعيد عن الواقع، وهذا الشيء خطر جدا جدا جدا، لأنه مش هيك الحياة. فنقطة البداية دائما لما بدك تمارس العمل القيادي بحياتك أو بحياة الآخرين هو أنه تكون أنت شو واقعي، تقرأ الواقع بطريقة ممتازة ودقيقة وبكل جرأة، وأنت ما فيك تتجادل مع الواقع. بالإنجليزي بيقولوا You cannot argue with reality، ما فيك تتجادل، الواقع هو واقع، وأنه إذا تجادلت مع الواقع دائما حتخسر،
يعني اللي مريض لا سمح الله شو ما يعمل شو ما يعمل بجداله مع الواقع، في واقع هو مريض عنده حرارة جسمه عم يوجعه، اللي أفلس في عنده واقع شغله راح، فلوسه بالبنك راحت، البزنس تبعه اتدمر، احترق المعمل، اللي عنده مشاكل ببيوته نفس الشيء، في واقع واضح موجود فارض حاله لا يمكن التفاوض معاه، لأنه هو حقيقة. يعني إذا أنت أنكرته ولا لم تنكره، ولا أنت تعاملت معه ولا ما تعاملت معه، هو موجود، هذا ليس حلما. وبهالإطار اللي ناس اللي لما أنت بتكون عندك عم تتعاطى مع الواقع، خاصة الواقع الصعب اللي هو الأساس بالحياة، لأنه مثل ما بتقولوا وقت خلقنا بني آدم شو في نكد، صح؟ فهذا هاي طبيعة الحياة، طبيعة الحياة إنه الإنسان خلقان بنكد، إنه بعد بالقصص والأدب، الأدب الديني في كل الأديان السماوية الكبيرة، إنه يعني حياة آدم وحواء بعد ما طلعوا بالجنة حسب هالقصص هذه وحسب هالفكر مصيبة، يعني في عرق جبينك تأكل أكلك، وبالألم وبالكفاح. فحتى لو واحد الجاهل هالموضوع ما حيفيد، لأنه هو واقع أليم. فالنكران denial بالإنجليزي، إنه لا، الأمور كلها أمورنا طيبة والأمور ممتازة وما في مشكلة كله تمام، ما راح يفيد. الهروب ما حيفيد، لو سافرت، لو غيرت بيتك، لو غيرت شغلك، لو شو ما تغيرت بيتك، إذا عندك مشاكل جوهرية ما حتفيد، لأنه حتلحقك. لوم الآخرين ما حيفيد، الأعذار كلها ما حتفيد، لأنه أطلع مليون عذر ما حتفيد، الشكوى ما حتفيد، عقلية الضحية إنه أنا حرام وليش الدنيا هيك والدنيا ظلمتني ما حيفيد، لأنه هذا الموضوع هو قاعدة وواقع على الكل، هذه كله ما حيساعد. مثل ما عم تلاحظوا أنا شوي اللي عم بحكي شوي في الصورة قاتمة وسوداوية، بس بدي أوصلكم لنتيجة، لأنه الفكر القيادي دائما قيادة الذات وقيادة الآخرين ينطلق من موضوع شو؟ ينطلق من موضوع يا سادة يا كرام، أنه واقعنا أليم، واقعنا مرير، واقعنا صعب، كيف نحن نمارس القيادة بذاتنا أو مع الآخرين لحتى نتجاوز هالواقع. فمشان هيك نقطة البداية لازم دائما يكون أنه ممكن نخلق واقع أفضل من واقعنا اللي نحن اللي فيه، وأنه طبيعة الحياة كلها مشاكل، بيطلع لك شوية فرصة من هون، شوية فرصة من هون، تاخذ لك شوية بريك، إجازة من هون، تمرق. بس بأغلب الأشكال طلع حواليك، طلع بحياتك، طلع بحياة الناس اللي حواليك، قد ما يكون عندك بحبوحة، شو ما يكون عندك فلوس، يعني أغلب حياة الإنسان هو القلق anxiety، وأغلب ما تبقى هو كيف يتعاطى ويخفف شوية القلق مع بعض من لحظات الفرح والسلام، هذه إذا أنت حظك منيح. هلأ ليش هذا الموضوع يعني ما بيستاهل حتى النقاش؟ ليش هالموضوع ما بيستاهل حتى يعني التفاوض عليه؟ ليه؟ ليه؟ ليش نحن لهالدرجة يعني واثقين من اللي عم نحكي؟ لأنه حبيبي أنت أصلاً ضحية، أكيد أنت ضحية، كلتنا نحن ضحايا. لقال لك كيف ضحايا؟ نحن ضحايا لأنه من وقت ما خلقنا موضوع القصة منتهية واضحة، يعني نحن بنعرف كيف هالمسرحية حتخلص، بنعرف نحن كل هالفيلم هذا كيف حيخلص، بنعرف هالحلقة هالكتاب كيف حيخلص، حيخلص إنه كلنا نحن رح نموت، كلنا حنموت، فواضحة الخبرية. وإذا مش أنت، ومش بس أنت، اللي حواليك كمان حتنتهي حياتهم، فنهاية هالمسرحية ولو أنه فيها يعني بعض الضحك، في ناس كمان الله يزيد عليهم الكثير من الضحك، بس نهايتها معروفة، الطبيعة كلها ضدك. اطلع بالمراية سنة بعد سنة، اطلع بصورك، نحن عم نكبر، التجاعيد عم تكبر، صح؟ جسمك، شوف جسمك، الميكروبات اللي بالجسم واللي بحواليك ليل نهار شغالة لحتى تفتق بهالصحة هذه، الزلازل، التسوناميز، الطقس الصعب، الطبيعة القاسية، كل هذا جزء واقعي من الحياة، الحروب، الانهيارات الاقتصادية، الخيبات الأمل، المشاكل، وكل واحد منا نحن عنده حصة من هالموضوع. فأنت يا صديقي العزيز بشكل يعني 100% ضحية، لو شو ما تحسبها أنت ضحية، وإنه الحياة منا عادلة، أكيد ضحية. طلع بهالصورة، الله يحافظ على أمن البلاد اللي ما فيها مشاكل، الله يحافظ على أمن بلادكم، اتمتعوا،
بس الدنيا مش كلها هيك. اللي عايش بجزيرة من الفرح والسلام والبحبوحة الله يزيد ويبارك، بس الدنيا مش كلها هيك. اتفضل شوف هالصورة، في مئات ملايين الناس ماتت بالقرن الماضي من الحروب، وهلا تطلع حواليك الناس يعني شمال ويمين عم بتموت، أوبئة، حروب، مشاكل. فأكيد أنت ضحية، أكيد أنا ضحية، أكيد أخك الإنسان، الأخ الثاني الإنسان ضحية. هاي طبيعة الحياة، وأن الحياة من عادلة. شوف مع أحلاها الصورة، عم تلعب لعبة وعايشة على الأكسجين. الحياة من عادلة، هاي طبع الحياة من عادلة. تفضل، هذه الصورة أخذت 10 دقائق أو ربع ساعة، صورة حقيقية هذه قبل ما هالطفلة هذه تتوفى. مين أخذها؟ أبوها أخذ الصورة. يعني أنا آسف عم بعطيكم واقع مرير، بس هذا الواقع المرير هو المبرر الأساسي والداعي الأساسي لأنت تقود ذاتك لحتى تعرف تتصارع مع الواقع، مع طبيعة الحياة هذه، وتتغلب عليها وتعيش لك كم يوم حلوين أنت واللي حواليك. مشان هيك موضوع القيادة الذاتية مهمة، لأنه تفضل شوف الصورة هذه، إذا ما حصلت لألك حتحصل لجارك، إذا مش لجارك لجيرانك. وأنا أكيد أنتم بتعرفوا حدا من حواليكم، أحد أولاده أو ناس عزيزين عليه هن بهالحالة هذه، فأكيد الحياة صعبة 100% 100%. الحياة ليست عادلة ولن تكون عادلة. تفضل، بنت عمرها قديش بعمر الورد، عمرها قديش، عمرها 6 سنين 7 سنين 5 سنين، عم تساعد أخوها اللي كمان معه كانسر، لأنه عم يراجع، عم يستفرغ من الدواء ومن الأدوية الصعبة اللي عم ياخدها. شوف بس طلع الصورة هذه بتهز الإنسان من داخله. فالحياة عمرها ما حتكون، عمرها ما حتكون عادلة. تفضل، هاي مثال تاني. شو هو هذه الأمرأة اللي كمان حدا بعائلتها أو جوزها أو حدا بتعرفه، يعني الله أعلم مين بالعائلة أو بالمجتمع، بشوف كيف القساوي عليها، وهي مزبوط وجهها في كله يعني لكمات، بس في ناس وجههم ما في لكمات، وجههم واضح وسليم بس قلبهم كله مقطع، عواطفهم محطمة، لأنه في ناس عم تجرحهم بالصميم، بالكلام القاسي، بالمعاملة المش منيحة. فهي طبيعة الحياة، وين العدالة؟ شوف الصورة شو مكتوب. Once I was like you، يوم من الأيام أنا كنت مثلك، عايش ببحبوحة وبأمان، وكان في فوق راسي بيت وعندي شغل وسيارة وعائلة حوالي، بس ضربت تسونامي. هذا حظه، ضربت تسونامي حياته. لا الله أعلم شو سبب، نحن ما حدا مفروض يحكم على التاني لأنه مش شغلنا نحكم على الناس، بس هذا واقع أليم. فالحياة من عادل ولن تكون عادلة، ولن تكون. الاقتصادات حتنهار، البزنس حيروح، إذا ما صار هلا بعد سنة حيصير، بعد 10 سنين حيصير. ما في حدا بحياته فتح بزنس والبزنس ما أكل ضرب يوم من الأيام، ما في بلد في مشي بحركة اقتصادية ما أكلتها ضرب يوم من الأيام. من 2008 هاي بهال، من 2008 اتفضل الوضع الاقتصادي انهارت كل الأسواق ب 2008، الناس خسرت مليارات ويمكن تريليونات دولارات، وقبلها وقبلها وقبلها، والبلدان اللي حواليك وأسعار النفط. فالحياة من عادلة بهالطريقة، نحن مش عايشين نحن في جنة هون، وضعنا صعب. هي شركات بتسكر، عشرات ومئات الآلاف، نحن عم نحكي هلا في عشرات ومئات الآلاف الشركات عم تسكر. كنت عم بقرأ تقرير لأحد لرئيس يمكن بنك الدولي، عم يقول إنه أو عم تقول مش عارف مين كان عم يحكي، إنه مشغول بالهم كتير على إنه الناس اللي عندهم مؤسسات صغيرة، كيف هاد الناس هدول كيف وضعهم حيكون صعب، وكيف هالناس هذه حتخسر لأنه بزنس حيتسكر، وناس شغل سنين حيروح دعان، اللي بنوه بسنين حيروح دعان. فالحياة من عادلة، والناس حتطلع من أشغالها. في كتير من اقتصاديات العالم خاصة بأيام الأوبئة والأمور، الأيام الاقتصادية الصعبة، شو بتشوف؟ ناس بالألاف بل بالملايين عم يخسروا أشغالهم، بس افتح الأخبار وبتشوف هالشي. Life is not fair، الحياة منا عادلة، منا عادلة. الظلم، ما تسأل عن الظلم بالتاريخ إلا ما يطلع لك حدا. في أوقات الدول بتطلع بتظلم أبنائها، في أوقات بيطلع لك مدير بيظلمك، في أوقات بيطلع لك حتى أهل بيظلموك، أهل بيظلموك. طلع حواليك وشوف، يمكن بعائلتك أنت أو بيب أو ناس حواليك بعيل تاني، أصدقائك أو أقربائك أو ناس بتعرفهم بشكل كتير كبير، كمان بتشوف أنه مش ناقصهم مشاكل، همهم بكفيهم، أيامهم صعبة هلأ. فمشان هيك يا صديقي وأصدقائي وصديقاتي بلي لكم يا أنه نحن حملنا ثقيل، حمل البني آدم ثقيل، حملنا تقيل. شوف أيامنا هلأ قديش صعبة. خلي يحكوك على أيام أجدادك، والدك
أو جدودك قديش كانت أيام صعبة. نحن مرقنا من 50-60 سنة ببحبوحة هي فريدة في التاريخ، ونحن محظوظين جدا أنه موجودين هلا في أحلى فترات التاريخ. بس هذا لا يعني أنه الحياة مش صعبة، هذا لا يعني الحياة مش صعبة وأنه كل واحد منا حمله ثقيل. وموضوع أنه تكون عندك موقف بالحياة، أنه يكون عندك سخرية منها، يمكن تفيدك شيء كم دقيقة، يمكن يوم يومين ماشي الحال، بس هذا ما حتغير الواقع. وموضوع العدمية أنه أوكي أنه بالنتيجة أنه في عبثية وفي عدمية في الموضوع، أنه بالنتيجة كله رايح. شو بتقول يعني إذا ابنك صاخن بتقول له بابا ما تحت الهم بالنتيجة كلنا حنموت، هذا حل؟ ولا أنه في مشكلة بالشركة أو بالبلد بتقول خلص ما هو 4-5 مليارات سنة كمان العالم كله الكرة الأرضية كلها حتنمحها، هذا مش حل. لا السخرية حل، ولا العبثية حل، ولا العدمية حل، ولا الهروب حل، ولا النكران حل أبدا. الحل أنه أنت يكون عندك الجرأة لحتى تعترف وتشوف أنه في عندك حمل ثقيل. مش بس حملك أنت ثقيل يا سيدي الكريم ويا سيدتي، مش بس حملك ثقيل، أنت هلا عم تحمل كمان حمل ناس تانين. You're clearing other people's mess، عم تتعاطى مع ناس تاني، مع مشاكل ناس تانين زتوها عليك، إن كان بالعائلة، إن كان بالمجتمع، إن كان بالشغل، عم تتعاطى مع كل هذا. هذا كله موجود بصحنك اليومي، فبتوعى كل يوم في مشاكلك انت، بتوعى كل يوم في مشاكل الناس اللي بيهموك او اللي هن جزء من حياتك، كمان هذا بصحنك اليومي بدك تتعاطى معه. بالاضافة لكل هذا كله في غبائنا نحن الشخصي، غبائنا والفوضى اللي نحن بنعملها بحياتنا وشرورنا نحن اللي بنعملها، لانه بين النفس أمارة بالسوء. ما في حدا ما عمل ما مخبص بحياته، ما في فوضى بحياته، ما في مشاكل بحياته. فبالإضافة لأنت واقعك أنه أنت حامل تقل، كنت حامل عائلة، حامل ناس مرضين، حامل مسؤوليات صعبة، حامل مشاكل، صح؟ وضع خاص فيك. بالإضافة لهذا زيد عليه مشاكل الناس الثانيين اللي بيهموك، اللي مضطر أنت تساعدهم لأنه يمكن أن يجي من عائلتك أو بمجتمعك أو أنت بتشتغل معاهم. أضف على هذا كله يا شباب المشاكل أنت تصنعها من جهلك ومن غبائك أوقات أو التهور والفوضى اللي واحد كل واحد منا بيخلقها، لأنه ما في حدا كامل، ولأنه في كتير أوقات ناخد قرارات بتزيد مشاكلنا وبتزيد همنا هموم. فما فيش مجال للكلام أنه كل واحد منا مثل الشجر اللي عم تشوفها لابد أنه حيجرح، الحياة حتجرحه، يقول بيسكارت، حتصاب بالجروح والندوب اللي حتعلم حياتك لبدة طويلة من الزمن. وعم تشوف مثل بالصورة مش شجرة شجرتين، ما في شجرة بالعالم ما فيها عقدة، ما في شجر، ما في حدا مش قلبه مجروح او مضروب شيء عواطفه او كرامته او 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 شخصيته من ناحيه اي يعني بوحده من النواحي في مجال من المجالات الا ويعاني. فهذه هي الحياه، هي مثل ورق اللعب، الله اعلم شو بيجيك. لما نقعد نحن بتسلى ورق اللعب تعرف الله اعلم شو بيجيك، وهذا ما عندك سيطره عليه. الله وعلا بتخلق العائلة فيها وراثيا بعض الأمراض تأخذوا أنت، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهيك من حيث لا تعلم استلمت هاي هدية لما خلقت وأنت مش عارف أنه هذه خلقاني معك، أو ولدت بوطن الله أعلم كيف شكل الوطن، أو اشتغلت شغل أو عم تربى مع أهل، يعني كلهم مشاكل خلقت إجت معك هذه الورق اللعب هذا اللي ما عندك سيطرة عليه. أفضل ما فيك تعمل، أفضل ما فيك تعمل بهالمجال، أفضل ما فيك تعمل بهالمجال هو شو؟ هو إنه to give it your best، تعمل قصارى جهدك. هذا الوحيد اللي فيك تعمله، هذا الوحيد اللي فيك تعمله حسب الورقة اللي بتجيك. بعدين بالورقة اللي عندك تفتحهم هيك بتشوف أوكي أنا كيف فيني أعمل ألعب أفضل وأزكى لعبة ممكنة، ما أعمل فيها أغلاط لحتى ضلني باللعبة ولحتى ما أطلع أو لحتى ما أخسر وما أتعذب. وحتى لو عملت أنت أفضل ما عندك، حتى لو عملت أفضل ما عندك، مش ضروري الأمور كلها تكون ماشية. هذا مبدأ كثير مهم، هو صعب وأنا ما بحبه هالمبدأ، بس هذا واقع الأمر. حتى لو أنت ماشي على الصراط المستقيم، عم تعمل أفضل ما عندك، أزكى قرارات وأفضل ما يكون، ما في ضمانة أنه أنت محصن، ما في ضمانة.
خوبي هالأوبئة اللي عم تحصل بالمشاكل الاقتصادية والحروب والمشاكل السياسية ومشاكل بالبلدان اللي عم تحصل، بتبني بزنس لسنوات بتحط قلبك فيه، بعدين بيصير ظروف بتضطر تسكر البزنس لذنب مش ما لك خاصة فيه، انت ما لك علاقة فيه، وكله بيروح مع انه انت ما شغال يعني على البكلة، شغال بقمة الذكاء، شغال بقمة الإبداع، كل شيء عامله مزبوط، ما في عليك لوم، بس هذا مش معناته انه مضمونة حياتك، لا ابدا مش مضمونه، ممكن تكون شغال 100% و500% من جميع النواحي، فكريا اخلاقيا ادبيا نشاطا كل شيء، كل قرارات سليمه، كمان تطلع الحياه معاكسه لاسباب ما انت عليك ما لك سيطره عليها. هلا هل معنى الكلام انه نحن نغير اسلوبنا نحن ناخذ اساليب ملتويه؟ ابدا لا، لانه بتضل انه الشغل الصح هي الاستراتيجيه الافضل وهي الفرصه الوحيده اللي عندك اياها لانت ترجع تبني حالك بعد ما تكون حياه صعبت عليك. فاستراتيجيه انه لا حول ولا قوه، انا ما بيطلع بايدي شيء، الياس والعجز والشكوى وهدول واللوم والمشاعر السلبيه، هذا كله ما حيساعد، هذا كله it will not help، ما راح يساعد، جربها وشوف، ما راح يساعدك، اللوم ما حيساعد، المشكلة حتضل موجودة، اليأس ما حيساعد، المشكلة حتصير أكبر، صح؟ العجز، الشكوى لغير الله مزلة، ما كله ما حيساعد، كله ما حيساعد، تنطر إنه حظك الأمور تتغير، كمان ما حيساعد، هذا كله ما حيساعد، اللي ناطر إن تنطر حظك هذا منه خيار، هذا منه خيار ذكي انه واحد ينطر حظه، والله بكره بتغير الامور حظنا بيصير احسن، يمكن حظك يصير منيح، بس هل هي الاستراتيجيه الافضل؟ ابدا. هلا بعد ما حكيت الكلام كله شوي يمكن كان صعب عليكم وعطاكم نظره شوي سوداويه للامور، بس لا يعني بغض النظر لانه نظره واقعيه، شو بنعمل؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل من منطلق قياده الذات بهالواقع الاليم اللي نحن عم نحكي فيه؟ ما هو الحل؟ شو بنعمل لما الدنيا هيك؟ لما الدنيا مشاكل وتحديات ومرض وحوادث سير وحرائق ومصايب وانهيار اقتصادي وحروب وأخبار عاطلة وخيانات وأصدقائك بتعانوك بالظهر وأهل بيتك بيعاملوك بالسوء بيأكلوا حقك، شو بتعمل بهالموضوع؟ ولما الدنيا ظالمة وقهارة شو بتعمل من منطلق القيادة الذاتية؟ شو بتعمل؟ في خيار واحد ما له نتيجة، ما له بديل. There is one choice. في خيار واحد، استراتيجية واحدة ما لنا بديل إلها، وهي صلب موضوع قيادة الذات، وهي إنه أن تكون قوياً. هلا هذا الكلام صعب، خاصة الناس اللي صار لهم سنين عم يناطحوا وعم يحاربوا من مشكلة لمشكلة، من مصيبة لمصيبة. في كتير هيك ناس، في كتير هيك مجتمعات، في كتير هيك أشخاص، بس شو الخيار التاني؟ إنه تستسلم؟ ما فيش مجال. يجب أن تكون قويا. بأي معنى أن تكون قويا؟ أن تكون قويا بشكل أن تكون أقوى من الواقع، أقوى من الواقع اللي أنت فيه، هذا معناته أن تكون قويا. شوفوا هالصورة، ما عنده إجرين وما عنده إيدين، أنتوا عارفين الشخص، هي تجوز وتغلب على كل مشاكله، كم مرة كان بده ينتحر وصار عنده هذا ابنه. فيجب أن تكون قويا أقوى من الواقع، وأنت وأنا فينا نعمل هالشي، طالما الشخص اللي بالصورة بالرغم من المصيبة اللي هو عايش فيها، المصيبة اللي هو حياته كلها قضاها خلق بلا إيدين وإجرين، عمل هالشي، أنت وأنا فينا نعمل نحن هالشي. We can do that. أنت أقوى من الواقع بالرغم من هالمشاكل الصحية اللي عنده إياه، شوف أي رياضة عم يمارس، أنت أقوى من الواقع، كل جسمه محروق، شو ما يكون واقعك أليم، قد ما يكون صعب، قد ما تكون أنت في الحضيض، يعني تقريبا وصلت لحد اليأس واللي عم يصير كله ظلم وتعبت وما عندك بقى خلق، يعني بتوع الصبح ما فيك تطلع من الفراش، قد ما تكون، ويا ما ناس بهالوضع وتعبوا من كتر ما عم يحاربوا، تعبوا قد ما عم يطلعوا هالطلعة هذه، كفاح كفاح كفاح، بيحلوا مشكلة بتجي مليون مشكلة تانيين، وأغلبيتهم ممكن مش ذنبهم، وفي جزء منهم كمين ذنبهم، بس اللي بيقول لك يا طبيعة الإنسانية، نحن طبيعتنا ممكن، نحن عنا ما يكفي من القوة من منطلق قيادة الذات أن أنت تكون أقوى من الواقع تبعولك، ما عم بقول أقوى من الحياة، أقوى من واقع تبعولك، في فرق كتير مهم، أقوى من الواقع. تفضل، ما في إيدين
عم تسوق عندها رخصة رسمية بسياقة بالطيران أقوى من الواقع، ما عنده أجر، بأجر اصطناعية طلعت جبل على قمة جبل إيفرست، أقوى من الواقع. ليش عم بفرجيكم هالصور؟ لأنه هدول صور مش ناس من الفضاء، هدول ناس مثل ومثلك. فإذا هم فيهم يعملوا هالشي، إذا هن فيهم يوقفوا عجريهم وياخدوا ضربات الحياة وياخدوا هالعواصف اللي عم تيجي ضربة ورا ضربة ورا ضربة مثل موج البحر والتسونامي والزلازل والخيبات الأمل وصعوبات الحياة اللي هي على كل الناس، على 7.5 مليار أو 8 مليار شخص رح نصير قريبا، صح؟ وإذا فيهم يعملوها فيك أنت تعملها. ليش فيك تعملها؟ لأنه هذا معنى أنه يكون إنسان بني آدم، to be a human being، هيك معناها أن تكون بني آدم، هيك معناها معناته أنه أنت مجهز بالفطرة، بالفطرة طبيعتك هيك البشرية، أنه شو ما تكون المشاكل اللي حواليك، قد ما تكون صعبة قد ما تكون صعبة ممكن أنت تتغلب عليها، شو ما تكون صعبة ممكن تتغلب عليها. اتفضل، هذه صورة أنا بحبها الصورة كتير، هذه شجرة من الأشجار، هو في لبنان دائما بروح بزورها أنا هالمنطقة هذه. شوف هالشجرة، هذه شجرة مفخون، شجرة طولها يمكن 10-15 متر، 20 متر كمان يمكن، شامخة مفروض تكون. شوف الحياة كيف أزلتها وضربتها وجبرتها تحط جبينها في الأرض، بس لما بتروح على الشجرة هذه بتطلع محل ما هي لامسة الأرض، محل ما حاطة جبينها على الأرض، بتشوف إنه بهديك النقطة بالزبط اللي هي مفروض تكون نقطة الزل والعار والانكسار، شو عملت؟ عملت جذور جديدة وأينعت. وإذا بتروح بالوقت المناسب بالسنة بتشوف إنه هالشجرة هذه حاملة ثمار، أزلتها الحياة بس رجعت انتعشت، ومحل ما هي انهانت وحط جبينها بالأرض رجعت عطت جذور تانية وبلشت تعطي كمان وبتعطي ثمار أقوى من الحياة. تفضل، هذه صورة أنا كل ما أشوفها مشاعري كلها بتنهز. اللي عنده أولاد بيعرف هالكلام، يعني بيحس معي مثل ما عم بحس، حتى اللي ما عنده أولاد كمان أحبائه ممكن كمان يحس نفس الإحساس. بنت شو عمر، شو زم هذا، شو زنبه الطفل هاد، شو زنبه يمرض هالمرض، وشو زنبها بأخته اللي هي عمرها 5 سنين أو 6 سنين أو يمكن أقل كمان. شوف كيف لامسة ظهره، شوف الحنية، شوف المسؤولية. هذه ماما قبل ما تصير أم، لسه هي عم تمارس دور الام قبل ما تصير فعلا ام. شوفوا كيف عبقرية هالصورة ومعناها، معناها العميق. شوفوا هالشخص هذا اللي هو من احد اهم علماء الفضاء والفيزياء، اللي كمان عاش 75 سنة، توفى مؤخرا من كم سنة، وصار من اهم العلماء بالعالم، غير كثير مفاهيم. هو كان وراء الكلام عن الثقوب السوداء، يعني مع أينشتاين والناس التانيين. فاللي بيقول لكم يا انه صح، اول حقيقة بالحياة انه الحياة صعبة، هذا ما فيش بحث فيه. واللي بيحكي انه الحياة سعادة وسعادة هنا والحياة حلوة بس نفهمها فلان، حبيب ممتاز مبروك عليك، بس لا تنسى كمان تكون واقعي وتطلع اللي حواليك. فهذا واقع انه الحياة صعبة، بس في واقع تاني أهم منه وأشد منه كمان صراحة وقوة، اللي هو أنه نحن أنا وأنت أقوى من هالواقع. وقد ما يكون صعب، قد ما يكون صعب، فظاعة الإنسان، فظاعة من خلال قيادة الذات. قد ما يكون وضعك صعب، يعني ضرب مشاكلك هلأ، ضرب 20، ضرب 100، ضرب 100 ضربها وتخيل اللي يحصل اللي ما ممكن يتخيله، صح؟ وهذا اللي عم يحصل، لأنه شوف الدنيا هلا اللي ما ممكن نتخيله عم يحصل، عم نعيش كأنه بالخيال. بالرغم من هذا كله كمان أنت كونك إنسان، صح، ممكن شو تعمل؟ ممكن تتغلب على شيء من خلال القيادة الذاتية. هلا كيف تمارس القيادة الذاتية؟ هذا موضوع تاني، في تفصيل تاني أكثر عنه، يمكن بحلقات تانية بنرجع نحكي عنه بالتفصيل الممل بس الأساسي، بس حاعطيكم بس رؤوس الأقلام لحتى أنت تحصن حالك يا سيدي ويا سيدتي. بوجه الحياة، بوجه واقع الحياة هذا الصعب، بدك تعلم حالك، بدك تتعلم، بدك تحسن، بدك تبني هالحيطان حواليك، بدك تبني هالسدود ضد المشاكل، بدك تسد المناطق اللي عم يجيك فيها الريح، النقاط الضعف اللي فيك بدك تقويها، بدك تمتلك معرفة، بدك تمتلك حكمة، بدك تمتلك إدراك، بدك تفهم، بدك تتعلم لحتى تحسن حالك، لحتى كيف ما تجيك الضربة أنت في وضع انه ممكن تستوعب الموضوع وترجع توقف على رجليك من اول وجديد. وانا من خلال عملي بالفكر القيادي اللي هو من
30 40 سنه، لان طول عمري انا مهتم بموضوع القياده، كان الذاتيه والغير الذاتيه، كيف تقود الجماهير والشعوب والمؤسسات وتقود نفسك. والفت حوالي 12 كتاب على هالموضوع من خلال عملي في هالموضوع وابحاثي في هالموضوع في اكبر جامعات العالم. وصلت لموديل لاطار ممكن هو يكون مفتاح لحتى انت تحسن حالك. والموديل هو التالي، انه تفهم، اللي هو مبني على الادراك والعلم والفهم. اول شيء تفهم نفسك بكل مشاكلك، بكل جرأة، بكل مشاكلك تفهم نفسك، قوتك، ضعفك، اهوائك، النمطية اللي عندك اياها بتفكيرك، نمطية تصرفاتك، كل هذا لازم تفهمه. وهذا حدث ولا حرج، لازم واحد يشتغل عليه ليل نهار. تاني شيء انه تفهم الاخرين. ليش؟ لانه جزء كبير من مشاكلنا هو مشاكلنا بيننا وبين نفسنا، بس الجزء الثاني الكبير هو مشاكلنا مع الآخرين. فأنت كيف حتعمل تبني علاقات ممتازة أو صحية أو بناءة مع الآخر إذا لم تفهم الآخرين؟ وفي عنا هون فجوة كتير عميقة في الموضوع. ثالث شيء إنه تفهم المنظومة، شو السيستم، منظومة العائلة تفهم عائلتك، منظومة الشغل تفهم الشغل، منظومة المجتمع تفهم المجتمع. أي مكان أنت فيه هو جزء من المنظومة، تفهم شو هي طبيعة هالمنظومة هذه. منظومة بلادك غير منظومة بلاد غيرك، منظومة بلاد عائلتك غير منظومة بلاد منظومة عائلتك غير منظومة عائلة أنسبائك أو زوجتك أو زوجك. فكل هذه منظومة هالمؤسسة غير منظومة ذيك المؤسسة. كل عائلة قوانين لازم تفهمها لأنه أنت عايش فيها، وأي غلط بتعمله اللي ناتج عن عدم فهمها حتدفع ثمنه وحتزيد مشاكل، صعوبة المشاكل عليك. ولازم تفهم منظومة السلطة كمان. ليش؟ لأنه ما في مكان بلا سلطة، هذا اساسي. والخامس، خامس اساس في هل في هل في هالفورمولا هذه، في هالاستراتيجيه هذه، استراتيجيه القياده الذاتيه، هي انه تفهم شو تمتلك مهارات القياديه. فاذا انت قضيت وقت وفهمتهم هدول بتكون انت حسنت حالك لدرجه كبيره لحتى تمارس العمل القيادي بحياتك وتمارس العمل القيادي بعدين بحياه شو، بحياه الاخرين. هلأ أنا عادة بعمل، طبعا أنا يعني عم بظلم شوي الموضوع لأنه عادة بعمل كورس هو يمتد لأربعة أيام، كتير ناس يعني آلاف الناس حضروا، آلاف الناس حضروا، يعتبر يمكن من أكثر البروغرامز، أكثر الدورات أو الكورسز يعني كثافة، كذا ساعة في النهار. وفي بعض الأخوة أكيد اللي عم يحضروا حاضرينه. فأربعة أيام كل يوم 15-16 ساعة مكرسة لنفهم هالموديل، هالفورميلا اللي عم تشوفوها هدي أنتوا على الصورة، لأنه هي أساس بأنت تحسين نفسك لحتى تمارس العمل القيادي بحياتك وبحياة الآخرين. الشيء اللي لازم تعمله كمان أنه تحاصر نفسك بناس أقوياء، دائما حاوط نفسك لأنه قوتهم بتجي لعندك، لأنه بيسندوك، كل واحد منهم بيسندو. بدك تشوف الصورة، شوف الصورة، الأشجار كيف كل شجرة مسنودة من تحت بمجموعة أخشاب دعامات لحتى تدعمها بهالعواصف والفصول الصعبة اللي عم تحصل. ولازم ضروري نحن نحاوط نفسنا مع هالنوع من الناس، وضروري كمان نشيل من حياتنا الناس اللي عندهم مساهمة عكسية، يعني الناس اللي بيزعجوك، الناس اللي بيضروك، الحساد اللي بينووك نوايا سيئة، لأنه مش كل واحد حواليك بيحبك، ولو أنه في كثيرين يظهرون هالشي. مش كل واحد يفرح لنجاحك، مش كل واحد يتمنى لك الخير، مش كل واحد يرقص ويسعد لكل إنجاز جيد أنت بتعمله، مش كل واحد حيكون عندك صديق في وقت الضيق، بغض النظر اللي بتشوفه أنت بالسلوكيات الاجتماعية والبروتوكولات وتعاطينا مع بعض. فبدك تكون أنت عندك ذكاء وحكمة لحتى تصفي هالناس وتحارس، ودائما تتأكد أنه اللي حواليك دائما هم ناس مثل اللي بهالصورة، ساندينك وانت ساندهم لحتى مع بعض تتقووا في هالحياة. وكمان يكون عندك بالإضافة لهالإدراك يكون عندك الجرأة، عندك الجرأة والشجاعة لرؤية الواقع كما هو، تطلع بالمرأة تشوف أنا عندي مشكلة، هذا واقعي، لأنه غش الذات ما حيوصل لنتيجة. لأنه فقط لما أنت يكون عندك الجرأة تطلع بالواقع بصراحة، حينها عند هذيك اللحظة حظوظ نجاحك بمواجهة الواقع بطريقة إيجابية حتزيد، ولا بتكون عم تعيش بالوهم. وكمان يكون عندك الجرأة تحكي الحق والحقيقة والصراحة
لأنه بس الحقيقة هي اللي بتحرر. الكذب هو حبس سجن تقعد فيه وكل يوم بيزيد صعوبة وكل يوم بيضيق عليك أكثر. الحقيقة هي الوحيدة اللي ممكن أنت تنقذك وتساهم وتساعدك أنه تتطور وتواجه الحياة. لأنه إذا ما تعطيت مع الحقيقة عم تغش نفسك، لأن الواقع بعده موجود بس أنت حاطط بعقلك بذهنيتك واقع تاني خيالي عم تعيش بكذبة. بس أنت حياة مش حتنطرك، الواقع هيجي يصحيك إلك تعال وين عم تهرب، شو بدك باللي عم تفكر فيه أنت، بدك تتعامل معي، ما في مهرب صح. فيجب أن تقول الحقيقة وتعاطى معها قد ما تكون صعبة. كمان لازم يكون عندك الجرأة لحتى شو، لحتى أنت تاخد تحمل مسؤولية ذاتك، مش تحمل مسؤولية ذاتك للآخرين. هاي هي قيادة الذات، تتحمل أنت مسؤولية ذاتك وواقعك، وأهم شيء كمان تتحمل مسؤولية تحقيق كل إمكانياتك، كل الإمكانيات اللي أنت الكاملة اللي جواك اللي ممكن هي تفتح لك أبواب النجاح والتطور والحكمة والذكاء والتقدم. هذا كله مسؤوليتك أنت تحقق هالشيء، أنت تطور حالك ضمن إطار الإمكانيات الموجودة عندك. وكلنا عنا إمكانيات، يعني كلنا عنا بحر من الإمكانيات اللي يعني يدوبك نحن مبلشين نستغل فيه، لأنه يعني هيك طبيعة البشرية، منتهرب وكسلانين وشوي منخاف، وهالاحتياط الكبير اللي عند كل واحد منا من هالإمكانيات الموجودة القوة الكاملة ما بنستغلها. وكمان يكون عندك جرأة، يكون في معنى لحياتك، يكون في هدف سامي لحياتك. لأنه يكون في معنى لحياتك، حياتك بتصير ما حتروح المشاكل، بس حيكون عندك مصدر أساسي من القوة، مصدر أساسي لمواجهة أمور الحياة، مصدر أساسي لحتى يعطيك الطاقة الكافية لحتى أنت تمارس حياتك القيادية بحياتك أنت الذاتية، لتحمل مسؤوليتك وتتعامل مع حياة وتطور نفسك وتعيش كم لحظة حلوة بهالدنيا. هذه مشوارك بالحياة تكون أنت اختبرته إلى أفضل بأفضل طريقة ممكنة بالرغم من مشاكل الحياة، وتعرف كيف تزيد لحظات السعادة وتستغل كل لحظة سعادة وكل بريك، كل فرصة الحياة تعطيك إياها بأنه يجيك شوية هدوء قبل ما ترجع تجي العاصفة. مثل الطقس، تنبسط بالربيع وتنبسط بالصيف لأنه عارف أنه لابد أنه حيجي خريف ولابد أنه يجي الشتاء ويجي معه العواصف. فبدك تعرف يكون عندك ذكاء والشجاعة لتستغل هالشي. هلأ اللي لازم تعمله بعد هالكل هالمحل اللي حكينا فيه هلأ بموضوع أنه أساسات الفكرية والذهنية والفلسفية لموضوع قيادة الذات، هلأ تتطور بس ما تعرف كيف تقود نفسك حسب المبادئ اللي حكينا فيها. طبعا عم نحكي نحن بشكل عام لأنه هذا بده شغل كتير 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 بده شغل، والحمد لله هلأ وفقنا أنه خلقنا الكثير من الدورات والبروغرامز والسيمينارز وورشات العمل اللي بتفوت بالعمق بهالموضوع وبتحولك يعني من إنسان عم يتطلع بالحياة لشاشة سوداء وبيضاء إلى واحد عم يتطلع بحياة يعني هاي ديفينيشن من بوضوح أكتر لحتى يعرف كيف يتعاطى مع الحياة. فبعد ما أنت تكون فهمت هالموضوع شو بتعمل هلأ؟ بتفكر بالآخرين وبتقول لنفسك مثل ما أنا عندي صعوبة، مثل ما أنا عندي تحديات وكل الشيء اللي حكينا فيه بهالمحاضرة هذه من الأول هيدا هلأ، مثل ما أنا هدول جزء من واقع تبعولي، كل إنسان تاني عنده نفس الحالة. لما تبلش تفكر بهالإطار هلأ بتكون أنت حطيت حالك فيه على مسرح أنه تقود الآخرين، لأنه أنت مثلك مثلهم، الحياة اللي عليك مثل ما حياة عليهم. مشان هيك تفهم الآخرين تفهم نفسك منيح هو أساس، مشان هيك أنه تقود حياتك بذكاء قيادة الذات أساسية، لأنه هي المفتاح لحتى تفهم كيف تقود الآخرين. لأنه اطلع فيهم وقول لنفسك أنه هدول مشاكلهم مثل مشاكلي، لأنه نحن اثنيناتنا بشر ننتمي للجنس البشري وعايشين على نفس الكرة الأرضية بنفس المحيط البيئة، فلا بد أنه مشاكلهم مثل مشاكلي. فهذه هي المفتاح أنه أنت تقود الآخرين، لأنه من خلال فهمك لمشاكل نفسك وتغلبك عليهم أنت تجهز نفسك وتهيئ نفسك لحتى تفهم وتقود الآخرين، وتفهم كمان أنه حياتهم صعبة. تشوف حياتهم تطلع فيها بجرأة وبمحبة وباهتمام، شيل هدول الكلمات، شيل الجرأة والمحبة والاهتمام، انسى عمل القيادة،
لانه جزء من العمل القيادي هو تقود نفسك، بس الجزء الثاني الاكبر بعد ما انت او انت او فيما انت عم تقود نفسك كمان تقود الاخرين اللي حواليك، كل واحد حسب مشاكله. هدول اللي بالصوره عندهم مشاكل معينه، في ناس ثانيين عندهم غير مشاكل، في ناس قاعدين بقصور عندهم مشاكل، في ناس مدراء عامين عندهم مشاكل، في ناس عندهم الملايين والمليارات عندهم مشاكل. ما حدا ما عنده مشاكل، ما حدا ما بيمرض، ما حدا اولاده ما بيمرضوا، ما حدا ما عنده صعوبات، ما حدا ما عنده ليالي ما بيقدر ينام فيها، ما حدا ما بيشغل باله على اولاده على محبينه، ما حدا يعني في على راسه خيمه ما بينصاب بالامراض العضال، ما في حدا. شوفوا هلا الوضع حواليكم، شوفوا على البشريه، ما في حدا على راسه خيمه. فبدك تشوف هالشيء وتشوف شو مشاكل الناس وشو بتعمل. مثل ما عملت لحالك تعمل عليهم كنت، شو بتعمل؟ بتخفف عنهم، بتساعدهم انه يستمروا وينموا. فنفس الشيء المجهود اللي انت بتعمله لحتى تقود نفسك نحو حياه افضل، شو بتعمل؟ بتعمل نفس الشيء لتقود ساعد ان تقود الاخرين لحياه افضل، بتخفف عنهم. شوف الصوره كيف عم يخفف عنه، ان كان صديقك، ان كان اهلك، ان كان اهل بيتك، ان كان شريكتك او شريكك بالحياه، ان كان قبيلتك، ان كان اهل بلدك، ان كان الانسانيه كلها. قد ما فيك توصل بيكون منيح. طلع حواليك اي حدا ممكن انت تخفف عنه مثل ما انت عم تجرب تخفف عن حالك، بيكون هذا عمل قيادي. هذا هو العمل القيادي، هذه هي القيادة، انه انت تحب الناس مثل ما بتحب نفسك، وتهتم بالناس مثل ما تهتم بنفسك. وبينما انت عم تقود نفسك بمواجهة صعوبات الحياة لحتى تستمر وتتطور، تساعد الاخرين كمان هم يقودوا نفسهم بمواجهة الحياة لحتى يستمروا ويتطوروا. بنظري، بفلسفتي انا للقيادة وفلسفتي للحياة، هاي جوهر القيادة. حتى بالنسبة لي هذه مش جوهر القيادة، هذه حتى اكثر من القيادة، هذه اكثر من قيادة. هذا سمو روحي وسمو فكري، هذا سمو انساني، انه انت تكون بلسم ومرهم يشيل اوضاع او يخفف اوجاع الناس اللي حواليك. هاي قمة العمل القيادي، قمة انه تكون انت تمثل ما الانسانية هي فعلا ما عليه. فاذا انت مارست هالشي بحياتك وعملته اساسي وتعلمت كيف تقود ذاتك مثل ما حكينا ضمن الفلسفة التوجيهية اللي حكينا فيها، وامتلكت ما يكفي من المهارات والعدة والمعرفة والقيم لحتى تقود نفسك، واستعملت نفس الشيء هذه مع كل ما يعطوك اياه من تجربة من حكمة لحتى تساعد الآخرين، انت مش بس عم تمارس العمل القيادي، انت عم تعطي معنى جديد للفكر القيادي. وانا برأيي ما في اسمى واشرف وانبل وارقى وازكى واروع من هالشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لي هاي فلسفتي بالحياة، وهاي فكري فهمي للقيادة. وإذا حدا عنكم منكم عنده أي سؤال، أنا يعني مستعد، حتى مش بس سؤال إضافي، أنا مستعد أعمل جهدي لحتى أجاوب على أسئلتكم. نعم مايكل، بعدنا مصدومين مايكل، بعدنا هيك بدنا شوي لنرجع الحياة. صح، أنا عندي سؤال مايكل هيك يعني بهيدا الموضوع إذا بتسمح لي. تفضلي. أنا بس بحب أعرف إنه أمرار مثل ما قلت في ناس عندها مشاكل أكثر من ناس، وأمرار بتكون قاعد أنت والمشاكل لفوق راسك، وبيقعد بوجهك شخص بيحكيك بموضوع يعني بتحس إنه ما معقول أنت عطلان هم هيك موضوع وأنا غاطسة بمئة ألف مشكلة. صح. سؤالي لإلك إنه إذا أنت جيت قسيت عليه وقلت له إنه لا شو هالمشاكل اللي عم تحكي، you cannot compare. صح. You know إنه it sounds insensitive، بس كمان بدك توعي الشخص إنه ما غيرك كمان عنده مشاكل. So بس هي ال يعني كيف what you do in this sense يعني. بشوفي اللي عم تحكيه نادين يعني it's a part of reality، يعني كل واحد مختبر هالشي. بتكون انت بنص المصيبة، وين فكرك وهمك يعني انجا رجليك يحملوا هالهم اللي عليك،
وبتقعدي مع ناس وهن بعالم تاني هلا، وموضوع مزعج لما بيكونوا هيك، خاصة لما ما بيكون عندهم يعني حد أدنى من أو اللازم من الحساسية، إذا هن بيعرفوا وضعك لحتى يقدروا هالشي، وبدل ما يحكوا على هن يعني أمجادهم ولحظات الفرح تبعهم وكيف امورهم هن ممتازه، مثل واحد يعني بيته مليان اكل عم يحكي قدام حدا جوعان قد ايه هو بيحب واشترى اكل وشو طبخه وحلويات، فبدها نوع من الحساسيه. هلا اذا ما عنده هن الموضوع يعني وات كان يدو، شو فيك تعملي؟ هلا في خيارين، في خيار يا عزيزتي نادين، في خيار انه تقولي له انه حبيبي يعني عند ما عندك حس شوي، يعني شوي الدم يعني شوي يعني ما عم تشوف نحن المصيبة اللي فيها، يعني شوي على الأقل ما تخبرنا هالشغلات، يعني إنه كيف يعني عم تحكي، عم تشوف نحن واقعنا وأنت وين ونحن وين، طب شوي تعاطف معنا، ضروري تحرقنا بهالكلام يعني أو هيك تخلق هالنوع من الـ من الـ من الأذى. هاي وحدة منهم. وحدة تانية قال لك شو بتعملي، بتضحكي أنت بينك وبين نفسك نديم وبتقولي إنه من محبة، هاي وهي طبعا بدها قوة، ها بدها قوة، بتقولي يسعد الله على أيامك الحلوة هلا، اتهنى وانجوي وانبسط، عالمة مدركة بينك وبين نفسك انه يعني guess what، الله اعلم شو جاي على الطريق، الله اعلم شو هو عنده مش عم يحكي، يمكن عم يخبي او هو بالنكران صح، او الله اعلم يعني شو عنده معطيات. ف يعني انا في اوقات مثلا مر علي كمان ظروف كتير صعبه، او يحكوني بعض الاصدقاء هذا عم يبعث لي صور مش عارف من اي بقعه من العالم، هذا مش عارف اي حفله، وهذا باي جزيره، وهي هذا بي يعني بمحلات خلابه ومبسوطين. طيب بيني بنفسي بقول انه طيب يا عم، طب ما حسوا، طب ما شوفوا، شايفين نحن شو وضعنا، ضروري تبعت هالكلام يعني، ضروري هالصور. طب يعني مثلا بتكوني شو كمان نديم، لقلك شو بتحكيهم شوي من منطلق الصداقه، شوي عن مشاكلك، شي كلمه كلمتين ثلاثه كلمتين، ها لسه بلشتي تحكي immediately فورا حور الحديث، صار عم يحكوك عن اخبارهم وقد ايه انبسطوا وقد ايه، وانت عم تقولي انه ار يو فور ريل، يعني طبيعي انت يعني معقول، طب اعطيني بس دقيقتين تسمع لي، بس خليني فضفض، بس شو بدك تعملي؟ هيك البشر. ف مثل ما قلت لك وان تشويس، تقولي له حبيبي شو ما عندك دم، اسكت شوي الله يخليك، وطريقه ثانيه تقول بينك من نفسك تقول تهنى حبيبي، تهنى انجوي وايل ات لاست، لانه مش شماته، ومش انه عم تنمي له بالخير، عارفه طبيعه الحياه ما في شيء بدوم، لا الاخبار لا الايام الحلوه بتدوم ولا ايام الصعبه بتدوم. الافضل استراتيجيه نديم لانهي سؤالك انه you have to be strong. يلا يلا لحظة. انه you have to be strong. There is no alternative to being strong. لانه اسمعي لقلك، في لحظات بالحياة نديم حتمروا اقرب اقربائك، اهلك، امك وبيك اذا موجودين الله يطول عمرهم، اكتر ناس بتحبيهم حيكونوا حدك، بس ما في شيء بيشيل وجعك الا من جوا. حتشوف في اكتر شيء بحبك موجود حدك، ها امك بيك صديق وعزيز صح، حتشوفي انه حتى اذا جربوا، حتى فعلا عم يجربوا، حتى لو من قلبهم عم يجربوا، هن عم يجربوا هن يساعدوا بكل النوايا الطيبه، بس ما في شيء حيفيد الا انت تكوني صلبه ومتينه من الداخل. مشان هيك القياده، مشان هيك دائما انا ركزت بحكي اللي حكيت فيه انه بي سترونج، سترونجر ذان يور رياليتي. The moment you find strengths for your reality and you can do that, then حصنتي حالك من جوا، أخذتي هالفاكسين اللي من جوا، وبعدين اللي برا اللي بيجي من برا خلاص نحن لها يعني، شوي بالتي هي أحسن بنمشي حالنا وبيمشي الحال. بس أنا فاهم كلامك ومعك حق. There's no substitute for being strong. Thank you. نعم. ممكن نحط معنا مبارك كان عندهم سؤال. تفضل أخ مبارك، تفضل. نعم. أول حاجة أشكرك مايكل على المحاضرة القيمة هذه، الله يسلمك. في نقطة مهمة جدا اللي هي الحين إحنا القيادة عندنا عبارة عن تحقيق إنجازات، هذه يعني هذه هدف القيادة، يعني القيادة في النهاية زين. حاليا الآن الوضع الصعب أو الصورة السوداوية اللي شفناها يا إنها تخلق عامل حافز حق الناس على أساس إنها تعمل نقلة في حياتها، صح. أو إنها تعالجها ثم ترجع ثاني مرة حق الوضع السابق. صح. إحنا عندنا في الخليج أو يعني كدول خليجية نلاحظ إحنا نعالج مشاكلنا ثم نرجع لوضعنا السابق. صح. ولا نعمل نوع من الجامبينج أو تحقيق تقدم أو خطوة إضافية
قوية للأمام. فهنا كيف تشوف يعني العملية؟ إحنا عندنا بالنسبة للقيادة في دول الخليج، أنا أتكلم في الحكومات وكذا، كيف تشوف يعني شو اسمه، وعلى أساس إن إحنا هل إحنا نعالج أزماتنا أو إحنا نستفيد من أزماتنا؟ صح كلامك أخ مبارك. مفهوم القيادة عند البعض هو بس تحقيق الإنجازات، خاصة الإنجازات الضخمة، وهذا إلى حد معين جيد وسليم، خاصة إذا كان هالإنجازات هذه فيها خير ومنفعة للعالم كله. بالعكس شيء كتير حلو، شيء كتير حلو. هلا أنتم محظوظين والله يزيد عليكم، يعني هل الله يبارك باللي عندكم إياه ويزيد عليكم وتتهنوا ويحميكم كمان من كل مكروه إن شاء الله، يعني ويخليكم ببلاد أمان وبحبوحة. أنتوا حظكم رب العالمين يعني أشاء أنه تعيشوا في فترة فيها بحبوحة، والناس لما بيعيشوا بحبوحة بتنسى أوقات، بينسوا. بس أنا أكيد إذا سألت والدك إذا موجود الله يطول عمره، أو جدك كمان وجدودك اللي قبل، يعني حتى أهل الخليج، حتشوف أنه الحياة كانت مثل ما أنا كنت عم بحكي هلا بهالمحاضرة، وأصعب كمان قبل البركات اللي جابت اللي اجت من وراء موضوع النفط. فطبيعة الإنسان هيك، هاي طبيعة الإنسان، هاي طبيعة إنسانية. هلا شو دور العمل القيادي؟ دور العمل القيادي إذا أنت ذكي وشاطر إنه تحذر الناس من هالموضوع. يعني هقول لك شيء، أنت هلا ناخذ مستوى العائلة، دورك أنت كقائد للعائلة إنه عم تشوف ولادك يعني مطمئنين للحياة، مطمئنين للحياة، وانه يعني نظرتهم للحياة كتير فيها فرح وبساطة، ويعني فيها تفاؤل زيادة عن اللزوم، لانه ادراكهم مش مثل ادراكك. لما بتشوف ان عائلتك ماشي بهالاتجاه، انت دورك كقيادي لا توضح لهم ان الامور مش هيك، الدنيا مش هيك، اللي عم نمشي فيه هلا منيح في بركة تهنوا، بس مش هيك، الدنيا فيها امور صعوبات، حضروا حالكم، لازم تكونوا جاهزين، لانه ما في شيء يدوم، لا شيء يدوم إلا وجه الله. أنا بتذكر حادثة صارت معي شخصيا، عندي بنتي الله يخلي ولادكم عمرها 15 سنة، من مدة هيك من شي سنة عم نحكي نحن هيك، كنا متحدث هيك حديث حلو بيناتنا مع بعض، يعني بموضوع قريب لهالموضوع. فقالت لي بس شو ممكن، بس الحياة كتير حلوة، يعني ليش هالشي الحلو اللي نحن عايشينه لحد هلا ما يستمر؟ ليش بالعكس كل شي ماشي منيح، وأنا عمري صار 15 سنة، ويعني بعطيني سبب انه الحياة التانية يعني العشرين الخمسين السبعين سنة التانية ما تكون نفس الشيء. فحبيت اصدمها، قلت لها شو رأيك لو انا بكرة ما صحيت، بس لأصدمها بيصير لما بيصير. فورا صار في صمت، ومش بس هيك، صار نزلت كم دمع بعيونها، كأنه وعيت انه هالبركة اللي هي فيها حواليها اهلها وامورها مرتاحة وماشي الامور وكل شيء، حوا عم ندللها وعايشة بحبوحة، انه هذا ممكن بلحظة واحدة يروح. وفعلا اللي حصل انه الله يطمن عمل اهلكم، والدتي جدتها بعد شهرين انتقلت يعني من هالعالم الى العالم الافضل. فكانت الصدمة اللي جابتها للواقع انه لا، بدنا نحن نكون واقعيين، قد ما نكون عايشين ببحبوحة الدنيا مش كلها هيك، والدنيا حتى في أماكن البحبوحة مش كل الوقت هيك. فدورك القيادي أنت تمرن أولادك لحتى إذا رحت أنت وانتقلت أو سافرت أو إني سافروا وراحوا يشقوا طريقهم، هم صار معهم مشاكل بالحياة ودولاب الحياة برم وهو حيبرم، واضح؟ إذا صار هالشي يكون عندهم ما يكفي من القوة والحكمة ليرجعوا يوافوا عجريهم، ولا حينصدموا، ولا حتصدمهم الحياة لأنه مش مجهزين، حيركعوا جريهم. إذا الحياة زتتهم في حلبة مصارعة، إذا ما عندهم أو ملاكمة، إذا ما عندهم القوة لحتى يتصارعوا مع الحياة حيتكسروا. فنفس الشيء أنت دورك كمؤسسة أنه الأمور هلأ كلها ممتازة، مثلا قبل هالمصايب اللي صارت في العالم مؤخرا الأمور كانت ممتازة، اللي يفكر الأمور كلها ماشي هيك واجت هالصعوبات هذه الأوبئة والاقتصاد، راح نهار البزنس كله، طار العالم، راحت عبيوتها وسكروا، عشرات سنين من الشغل بلحظة راح. ليه؟ لأنه مش حاسبين حساب الممكن، ما عندهم contingency plan، مش حاسبين حساب أنه ممكن الدولاب يبرم
وانه الدنيا غداره ومش هيك الامور. فعملك القيادي يتطلب في العائله وفي المؤسسه وفي الشغل وفي البلد تربي الناس بهالذهنيه وتعودهم وتعطيهم امكانيات القوه لحتى اذا برمت الدنيا وحتبرم، لانه هاي قانون الحياه، يكون عندهم مقومات الصمود ومقومات يرجعوا يوقفوا عجرهم ويستمروا. إذا ما صار هيك الحياة حتشلهم تماما، لأنه ما بترحم الحياة، ما بترحم اللي منه مستعد. ما حد تسونامي لما بيجي ما حيقول لك أنه أنت مستعد ولا مش مستعد، خلص حيجي على الكل. لما لا سمح الله هذاك المرض الشنيع إذا ضرب ما حيقول لك والله مين أبوك وأمك وشو عندك مصاري وبيتك قديش حلو ولا مش حلو، حيضرب. إذا زواجك كان فاشل لا سمح الله مصيبة حلت يعني، إذا حدا من أولادك مرض، إذا طار البزنس، صار في حروب، صار في مشاكل، ما في رحمة. فشغلتك كقائد تربي قادة. وشو أهم صفات القيادة؟ أنه يكونوا أقوياء. فحفزهم وعيشهم وجيبهم للواقع بدون ما تخرب عليهم الدنيا، بالعكس يعني ما تخرب عليهم الأمور، خليه يتهنوا، بس كون واقع، يكون حريص أنه كل إمكانيات القوة بدون ما تسود عليهم أيامهم، صح، تكون موجودة بين إيديهم. أنا عندي سؤال بليز. أهلا 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 ستنا هانيا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، شكرا على الكتابات الحلوة على الفيسبوك. الله يخلي لي إياك، اشتقت لك. طولي عمرك. مايكل، قولي. سؤالي شوي مختلف عن القيادة المباشرة اللي هي يعني السلف ليدرشيب وعلاقتها بالحياة المباشرة لإلي أو لبيتي. صح. سؤالي هو إنك أنت لما تكون إنسان مثلا مبدئي ومقتنع تماما إنك أنت واجبك تشتغل لقضية ما، صح، وإنك تخاذلك عن هذا الواجب هو تخاذل بمباشر بخص قناعاتك وإيمانك ووجودك وقت صح. اللزوم. صح. وعم بحكي عن قضايا عامة، يعني عم بحكي عن قضايا سياسية أو عم بحكي عن قضايا نسوية، قضايا مجتمعية بدها مثلا تنظيم مجتمعي إلى آخره. صح. وين الواحد، سؤالي إليك هلا، وين الواحد برسم الخط لدفع الأثمان؟ يعني قديش مقابل قناعتك إنك أنت مش لازم تكون سلبي اتجاه مبادئك وعندك الجرأة الأدبية والجسدية والوطنية إنك تواجه، بالمقابل الأثمان ممكن تكون مرتفعة جدا، يعني حقيقي مرتفعة. صح. وعم بحكي على أثمان حقيقية. واضح. فوين الميزان؟ كيف بتشكل هذا الميزان؟ وين بتوقف؟ وإيش المعايير اللي بتخليك توقف أو تكمل؟ أوكي. مش عارفة إذا فاهم سؤال. واضح جدا جدا، واضح السؤال، واضح. شوفي بالحياة يعني بنوجد عادة بهيك بظروف، خاصة الناس اللي عندهم اهتمام بالأمور التانية، يعني أكبر من بيئتهم، أكبر من عائلتهم، أكثر أكثر من شخصهم يعني مباشرة. شوفي، اتعلمت حاجة، إنه كل فضيلة لا تمارس بحكمة تتحول إلى رذيلة. شو يعني؟ يعني بتصير ضارة. يعني مثلا أنت كريمة، صح؟ بيجي الناس بتكرميهم، بس إذا فتحت البراد وطعمتيهم كل شيء وبطل عندك أكل لألك ولأولادك ومات أولادك من الجوع، هذا بطل كرم. بده يكون مع هالفضيلة اللي عندك ياها، لأنه أنت تتناضلي وتكافحي وتساهمي بعمل قيادي لقضايا عامة، قضايا مجتمعية بتفيد الكل، صح؟ مع هذا كله لازم يكون في مع هالحماس والغيرة حكمة. لقلك ليش؟ لأنه ما فيك تمارسي أي عمل قيادي، خاصة بالشيء اللي عم تفضلي أنت فيه، بدون تمن. يعني موضوع التمن is ما في تفاوض عليه، non-negotiable. لأنه اللحظة اللي أنت بتروحي بتحركي المجتمع وبتحركي المؤسسة وبتخضيها هيك وبتزعزعيها لأهداف قيادية، يعني كمداخلة قيادية، كخطوة قيادية لحتى تخلق إمباكت ومساهمة معينة، الناس مش هتسكت، في ناس هتطلع ضد. وهالمجتمع المنظومة هذه، خاصة الناس تضرروا باهتمامك أو بطريقة شغلك، يدافعوا عن نفسهم يا عن مصالحهم يا عن تفكيرهم، وحيصير في ردة فعل أو مقاومة. وهذه المقاومة يمكن تكون يعني إلا ما يكون عندها أسمان، ممكن تكون أوقات كومبليتلي ناجحة وتلتغي أنت نهائية من الصورة، وممكن ما يلغوكي بس أنه تتأذي. فالواقعية تتطلب أنه تكوني انت مش جاهزه للموضوع. يعني حكيت هلا انا مثل حلبه المصارعه، انت حلبه المصارعه هي الساحه اللي انت بدك تفوتي عليها، اللي هي القضيه اللي بدك بجرد ما تفوتي ما فيك تقولي انه انا ما بدي انضرب. لا حبيبتي، حتنضربي اكيد، ما انت فات خلص فتي على الموضوع، صح؟ وما فيك تقولي انه انا بدي اسدد كل الضربات وخصمي ولا يمكن يضربني ضربه واحده، لا
لأنه مش كل مداخلاتك حتنجح، فطالما دخلت على هالمضمار خلص في أصول اللعبة، حتضربي تسددي لكمات والناس الثانيين حيسددوك أنت، فالثمن ما في منه مهرب. هلأ وين الحكمة؟ الحكمة أنه تعرفي كيف ما تتحمسي زيادة عن اللزوم، لأنه ما بدك تطلعي بالضربة القاضية. إذا طلعتي ضربة قاضية دين ما في بكرة، بكرة خلص يعني المجتمع أو القضية هذه اللي عم تحاربي أنت من أجلها خسرتك، ويمكن خسرت شخص أساسي وذكي وحماسي وعنده نوايا منيحة. فأنت مصلحتك أنه أنت شو تداري حالك بطريقة لحتى تضلي باللعبة. في دايما أنا مثل، دايما أنا في مثل بسأله، مثل بسأله يعني سؤال بسأله لما الناس بتحضر معي المحاضرات هذه الدورات اللي بعملها، أنه شو أول مسؤولية عند الأهل تجاه أولادهم؟ شو أول مسؤولية؟ هاتوا لأشوف شو أول مسؤولية؟ حماية نفسهم. بالضبط. في الناس، ياما الناس بتحكي انه التعليم والصحة والأكل والمسكن والملبس كل هذا كله صح 100%، والتربية كله صح، بس أول مسؤولية عند الأهل تجاه أهلهم انه هن يبقوا أحياء وبصحة منيحة، لأنه كل يوم أنت طيبة هذا هي هدية لأولادك، كل يوم صحتك منيحة هذه هدية لأولادك، كل يوم أنت على قيد الحياة وجنبهم هدية لألهم، لأنه إذا مش اليوم بكرة حيحتاجوكي. فنفس الشيء بالنسبة، للقضية اللي أنت عم تعاطي معها بدها كتير حكمة، لأنه إذا تحمستي والسيستم هذا اللي هو تسونامي يعني أقوى من أنه أي شخص لحاله يواجهه طيرك، طب شو كله أنت خسرتي والقضية خسرت، فبدها ذكاء. مش هنيك أساسي بالموضوع علم القيادي، علم حكمة يعني فن التفاوض، أساسي فن الاتصال، أساسي يكون عندك political intelligence يعني فن الذكاء السياسي من منطلق مش سياسي التقليدي، من منطلق أنه تفهمي أنت الخريطة وين مراكز القوى وين مراكز القرار وين مراكز الإدارة، وتعرفي الإدارة وتعرفي كيف تتفاوضي معها لحتى تضلك طيبة، لأنه إذا أنت رحتي كله بيخسر. فبدي يكون عندك ذكاء أنت تعايري الضربات والمداخلات بشكل أنه تعملي إمباكت بس ما تدفعي ثمن غير قادرة على أنه أنت تتحمليه أو يطلعك برات اللعبة. شكرا مايكل. أهلا أهلا هانيا. طيب ناخد آخر سؤال، إذا في آخر سؤال مشان ما نطول عليكم، صارت الساعة 9:07 يعني طولنا شوي. أنا مرحبا. اهلا هدى، بدك تسال سؤال بليز. اهلا هدى، تفضلي. اهلا مايكل، كيفك؟ اول شيء ثانك يو للمحاضره اللي شوي بسمستك اول شيء، بس انه فهمنا العبره منه. هي بسمستك بسمستك لتوصلك يعني 30% من القصه، 30% من الموضوع انه الحياه صعبه، 70% من الخبريه هذه انه انت اقوى من الحياه. صحيح، بس انا بس عندي كومنت على هذا how to be اقوى من الحياة، الفايف بيلرز اللي انت تفضلت فيهم. صحيح. I think the first pillar يلي هو اصعب واحد هو معرفة الذات. صح. يلي I think it was just a comment if you could expand on it in your next conferences I think it would be very interesting. بالكورس هذا بالسيموليشن اللي بنعمله هذا تبع الفور دايز يعني نصه تقريبا بيروح على كيف تعرف ذاتك، فهذا بياخذ مني لنحن نبلش بالحديث بده يومين كل يوم شي 15 ساعة بس. خليني لك شغلة، ويا دوب نحن بلشنا، ومش بس هيك هذه بداية المشوار، لأنه حتى لو قضيتي كل عمرك، عمرك صار 70 80 100 سنة وإن شاء الله 200 سنة كمان، لا تكفي لتفهم نفسك، لأنه كل إنسان يعني شو بدي أقول لك كون بحد ذاته، مثل ما هذا القول الممتاز انه تحسب انك جرم صغير وقد استمعت فيك الاكوان، ف يو تيك ماني يو نيد ماني لايف تايمز لحتى تفهمي حالك وتفهمي الناس الاخرين. بس هو مثل ما تفضلتي هذا هو الاساس، ونحن بندفع ثمن غالي جدا جدا جدا، نعمل اخطاء كبيره ستوبيد ميستيكس سام تايمز يعني اخطاء غبيه، ويعني بنزيد على صعوبة الحياة صعوبات اصطناعية نحن ضفناها كأنه الموجود ما بيكفي، من وراء لأنه ما بنفهم حالنا، من وراء ما بنعرف أهوائنا، ما بنعرف نزواتنا، ما بنعرف الامبولسيفنس تبعيتنا، ما بنعرف الجوع الهنجر الايموشنال الجوع العاطفي اللي عندنا اياه، ما بنعرف ضعفاتنا، فما بنعرفهم هدول، وما بنعرف كيف نديرهم ونتغلب عليهم او تو مانج ذم يعني، وبنعمل اغلاط فبنزيد حياتنا تعقيدا كانه هي الاساس، ما يعني لا تكفي تعقيد. بس انا معك هذا كلام اساسي، واقتراحي لك انت وين ساكنه؟ سكان وين؟ انا
بيروت. طيب next time بس ما نعمل simulation احضري معي، ما عم بتهرب من الحديث بس هيدا شو يعني، يعني هذا لحاله بده دكتوراه. ف كمان اتنت وبترح تكون رح منفوت منغوص بيوم مدة يومين او ثلاثة او اربعة يعني في بحر من الموضوع، وبتطلعي منه فهماني حالك بطريقة يعني ولا بتخيالك انه انت كنت عارفة حالك، لانه بنحط ميرر قدامك وبتشوفي حالك من زوايا ولا يخطر عبالك انه انت هيك. طبعا جزء منه بيصدم بس جزء منه كمان كتير حلو، لانه كمان بيبين جمالك لما انت بتشوفي حالك يعني بعدسة نظيفة، بتشوفي جمالك وبتشوفي ضعفاتك كمان. انا صار لي مدة ايام كوفيد عم بعمل I'm doing digital video library من الافكار اللي عم نحكي فيها هلا، وعملنا يوتيوب شانل في تقريبا اكثر 150 فيديو بموجودة بمايكل كولي شانل على اليوتيوب. you can subscribe to it it's all for free. فهال 12 او 14 كتاب اللي مشتغلت عليهم، في بعض منهم شي كتابين ثلاثة لم ينشروا بعد مع انه جاهزين، عم نحول الجزء الاساسي من رسالتهم الى فيديوز ديجيتال لحتى اللي ما عنده قدرة بهالظروف هدول يقرأ ويتعلم من خلال الفيديوز اللي كلها طبعا بلاش بدون مقابل، يتعلم وتوصل المسج للناس. ف بشجعكم تو سبسكرايب لحتى كل يوم يجيكم فيديو صغير من نوع الكلام اللي عم نحكي عنه. it will help you grow يعني as it has helped me grow. طيب في آخر الكلام ألف شكر على وجودكم معنا كل ما بعض يعني معي وكلتنا مع بعض، عسى إنه يكون اللي حكينا فيه عمل فائدة. this is the beginning of the journey of self leadership and how to lead. ومنضلنا متواصلين، اي كومنت اي افكار اي مساهمات يعني contributions بالفكر بعتولي خبروني تواصلوا معي، وان شاء الله بنضلنا متواصلين وتضلوا بخير. take care of yourself life is tough take care of yourself and believe in your strength. شكرا مايكل، شكرا على وقتك، شكرا على جهودك، يعني شكرا على تواصلك. الله يجزاك الله خير على هذا الطرح الطيب. شكرا. Thank you for listening to the Michael Kouly podcast. Please visit KoulyInstitute.com and send us an email. We would love to hear your comments and thoughts on this episode. And remember to follow Michael's continuous learning insights on social media.